بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ: كيف يفرق الإنسان بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة؟ وأنا قرأت حديث في أحد الكتب، ما صحة هذا الحديث؟ ابتليت عبادي بالمصائب لأطهرهم من المعائب، تحدثون في ضوء هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الحديث يعرف صحيحه من ضعيفه بدراسة مصطلح الحديث، وهي هذا كتب مؤلفة تقرأها على أهل العلم يشرحوها لك وتستفيد منها. وكذلك مما تعرف به الصحيح من الضعيف الرجوع إلى كتب الحديث المعتنية بهذه الأمور، فإن العلماء اهتموا بهذا الأمر وبينوا صحيح الأحاديث من ضعيفها. أوصيك أن لا تدخل في هذا الباب وأنت ليس عندك حصيلة علمية مثل ما يفعل بعض المبتدئين الذين فرضوا أنفسهم على الحديث وصاروا يضعفون ويصححون حسب فهمهم ومن غير علم ومن غير بصيرة، فهذا خطير جدا. هذا باب مهم جدا، وهو الرجوع إلى كتب المصطلح ودراستها على أهل العلم، وأيضا سؤال أهل العلم عما أشكل عليك من هذا. حينما يعرض لك حديث ولا تدري عن حاله، أسأل من حضرتك من أهل العلم عن هذا الحديث ولا تستعجل. وأما أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالمصائب ليمحصهم ويخلصهم، فالمصائب على قسمين: قسم يكون عقوبة وذلك للكافر والمشرك، وقسم يكون تمحيصا وذلك للمؤمن أخره الله به من ذنوبه. لهذا قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا بائع ذهب يقول: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يبين لنا ما يتعلق ببيعنا للذهب، فإذا جاءنا شخص يريد بيع الذهب القديم ونستبدل له بذهب جديد، فما الضابط في هذا البيع جزاكم الله خيرا؟ الضابط في هذا أن يبيع الذهب الذي معه بدراهم، ثم يقبض الدراهم منك وتقبض منه الذهب، ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم ما يريد من الذهب الجديد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخ، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ حيث إن بعض الأئمة لا يعطون المأموم الوقت الكافي لقراءة الفاتحة في صلاة الفرض. المأموم يحرص على قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف ولحصول الأجر، فإذا لم يتمكن فهو معذور، تكفي قراءة الإمام. نعم. يقول الشيخ: هناك ما هي شروط المرابحة في البيع في وقتنا الحاضر؟ وهل البيوع كلها جائزة مأجورين؟ البيع له سبعة شروط ذكرها أهل العلم، توفرت فالبيع صحيح، وإن اختل شرط منها فالبيع باطل. أولها تراضي من الطرفين، إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والشرط الثاني أن يكون المبيع مملوكا والثمن مملوكا لكل طرف، البائع يملك المبيع والمشتري يملك الثمن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، إلا يكون وكيلا في بيعه، أو الحاكم يتدخل في بعض الأحوال يبيع على المماطل. ألا فالأصل أنه لا يجوز بيع، أنه لا يجوز إجبار أحد على بيع ملكه، إنما البيع عن تراض. وكذلك من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، المعلوم المقدار والجنس والنوع، وكذلك الثمن يكون معلوم المقدار والجنس والنوع، إلى غير ذلك من شروط البيع. لكن هذه أهم، هذه يتساهل فيها كثير من الناس اليوم، يبيعون ويشترون من غير التزام لهذه الشروط. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: إذا دعا الإنسان الشيخ في أذكار الصباح بصيغة الجمع يقصد بها على نفسه والأهل كذلك،
هل هذا جائز؟ نعم، شيء طيب أنك تدعو وتذكر الله وتنوي الثواب والأجر والفائدة لك ولمن تشاء. نعم. يسأل يا شيخ عن إدراك الجمعة، وهل تسقط الجمعة عن المسافر وكيف يصليها؟ الجمعة تدرك بركعة، ركعة كاملة، فمن جاء وأدرك الإمام وهو راكع للركعة الثانية ودخل معه فإنه قد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى على سلام الإمام ويكون قد أدرك الجمعة كما صح في الحديث. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فإنه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم فإنه يقوم ويأتي بصلاة الظهر. وأما المسافر فلا جمعة عليه إلا إذا حضرها مع من تجب عليهم صلاها معهم فإنها تجزئه عن الظهر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل يا شيخ أيضا عن الفرق بين الوقف والهبة. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأما الهبة فهي تمليك الرقبة، ليس التحبيس إنما هي تمليك للموهوب، الموهوب له نقل ملكية. نعم. أخيرا يقول في سؤال له شيخ صالح، يكون هناك اختلاف بين العلماء في مسألة ما، فأسمع البعض يقول بما أن المسألة خلافية فسأختار الأسهل، فهل قوله صحيح؟ هذا قول باطل. المسألة الخلافية كما أشرنا في الحلقة السابقة أنه يرجع فيها إلى الدليل، فيؤخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الميزان موجود للأقوال ولله الحمد، كتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة لا يجوز لنا أن نأخذ به تبعا لأهوائنا ورغباتنا. وليس الخلاف مسوغا كما يظن بعض الناس، ليس الخلاف في المسألة مسوغا لأن تأخذ ما تشتهي، وإنما يجب عليك أن تأخذ ما دل عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ السائل يا شيخ، نعمل أنا وزملائي معي في التجارة في مال كبير وهو شراء البيوت والفلل والعمائر، فهل على هذا المال زكاة؟ مع أنني سمعت بأن المال المشترك ليس عليه زكاة. غير صحيح، ما سمعته غير صحيح. المال إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، سواء كان في عقارات أو في غيره. إذا كنتم تشترون عقارات فإنه إذا تم الحول على القيمة التي اشتريتم بها، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتموها بها، فإنكم تثمنون العقار أو الدار أو الأرض أو أي سلعة، تثمنونها بما تساوي عند تمام الحول وتزكونها بإخراج ربع العشر. والشركاء إذا كان حصة كل شريك تبلغ النصاب فأكثر عليه الزكاة، أما إن كانت حصته أقل من النصاب وليس له مال آخر يضيفها إليه فليس عليه الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول شخص يصلي الفرائض في المسجد لكنه يذهب في السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى، هذا حرمان، والله جل وعلا جعل له تزودا من الخير، والفرائض تكفي إذا أداها على الوجه المطلوب تكفي، ولكن قد يحصل فيها خلل ونقص تحتاج إلى تكميل. من أين تكمل؟ تكمل من النوافل، وأيضا النوافل حتى لو كملت الفرائض فالنوافل فيها خير وزيادة خير وزيادة أجر، ومن يرغب عن الأجر والثواب؟ نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل له آخر سؤال وهو استفسار عن كتاب الشيخ صالح حفظكم الله، يقول كتاب صيد الخاطر ما رأيكم فيه، وما رأيكم أيضا في كتب ابن القيم الجوزية؟ صيد الخاطر هذا ليس لابن القيم إنما هو لابن الجوزي رحمه الله، الإمام ابن الجوزي، هو كتاب يشتمل على فوائد وعلى أغلاط وأخطاء خصوصا في العقيدة، فطالب العلم يستفيد منه، وأما غير طالب العلم فلا يقرأ فيه لئلا يلتبس عليه ما فيه من أخطاء في العقيدة. وأما كتب ابن القيم الجوزية، قيم الجوزية، هذا غير ابن الجوزي، كتبه كثيرة ومفيدة، منها إعلام المعقعين رب العالمين، ومنها إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومنها الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومنها النونية منظومة في العقيدة، وغير ذلك من كتبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول الشيخ، هل للعاقي توبة في حياة والديه؟ وإذا كان الوالدان قد رحلا عن الحياة فما الذي يصلهما من هذا الابن العاق؟ العاق له توبة، ولكن لابد من مسامحة الوالدين، يعني حق المخلوق لا يسقط بمجرد التوبة، لابد من التوبة مع مسامحة من له الحق، لكن إذا مات تعذر مسامحتهما فعليه أن يكثر من البر بهما بالدعاء
الصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما لعل ذلك يخفف عنه إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول شيخ هل للنساء عندما يمتن أن تدفن مع كل واحدة العباية وتغطى في قبرها بعبايتها؟ لا أصل لهذا ولا يجوز هذا، إنما تكفن المرأة مثل ما يكفن الرجل بالبياض، توضع في قبرها في كفنها، وأما العباءة لا توضع معها. ونعم عند الدفن يغطى الدفن عند إنزال المرأة إلى قبرها يغطى القبر عن الحاضرين بالعباية وبغيرها، فإذا وضعت في لحدها وسوي عليها اللحد باللبنات لا حاجة إلى الغطاء حينئذ. نعم. الأخت أم مشاري تقول يا شيخ إذا كان الزوج عنده شيء من الصلف والحدة في تعامله مع أولاده ومنع الزوجة من زيارة والديها وأقربائها هل له أن تسمع ذلك؟ نعم الزوج له حق على الزوجة، لكن لا يتعسف في هذا الحق ويمنعها من زيارة والديها، لأن هذا حق عليها واجب عليها، لا يمنعها من أداء الواجب والبر بوالديها، إلا إذا كان يخشى من زيارتها لوالديها أن يفسداها عليه أو يلقي في فكرها شيئا من في أمر دينها أو في أمور الزوجية، حينئذ له حق أن يمنعها. أما ما دام صالحين ولا يخشى منهما فسادا، لا يخشى منهما الفساد في حق الزوجية، أو كان لا يخشى منهما الفساد في دينهما أيضا، لأنهم قد يفسدانها في دينها أيضا، إذا كان هناك محذور صحيح فله أن يمنعها. ما إذا لم يكن هناك محذور ديني ولا محذور دنيوي ليس له الحق في منعها. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول شيخ ما حكم من يسمع الأذان والإقامة ويسمعهم يصلون ولا يذهب يصلي معهم، ثم يذهب ويصلي في أحد المساجد التي تتأخر في الوقت ويكون فيها جماعات كثيرة؟ الأولى أن يصلي في المسجد القريب يعمره وليراه الإمام والمؤذن وأهل المسجد ولا يسيئون به الظن، يصلي في المسجد القريب ولا يتكاسل، كونهم يبادرون هذا أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل، لا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. وما يذهب إلى المساجد الأخرى حسب السؤال ما يذهب لأجل زيادة الأجر، وإنما لأنها تتأخر وهو لا يريد المبادرة، فهذا غلط منه. نعم. يقول هل يجوز للمسافر أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء ويصليها إذا دخل البلد؟ المسافر نعم له أن يؤخر ويصلي إذا وصل للبلد، لكن يكمل الصلاة لا يقصر، وله أن يصليها في الطريق جمعا. نعم. يقول هناك يا شيخ من يصلي ومعه روائح كريهة مثل الدخان وملابسه مبللة بالزيوت، فما النصيحة له؟ النصيحة له أن يتنظف وأن يزيل الروائح الكريهة التي تؤثر على المصلين وتؤذيهم، ما استطاع إلى ذلك مهما استطاع إلى ذلك، ينظف ثيابه أو يصلي بثياب نظيفة ويكون برائحة طيبة ويتهيأ للصلاة. نعم. من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يعمل؟ إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يبقى جالسا ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول المرأة الشابة تقول للداعية إنني أحبك في الله، سواء كان ذلك في الفضائيات أو غيرها، ما حكم قول هذه العبارة؟ إذا كان يخشى منها محذور فإنها لا تقولها، أما إذا كان لا يخشى منها محذور فلا بأس بذلك، لأنه ورد في الحديث إنك إذا أحببت أخاك فإنك تخبره بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول ما هو سن المحرم؟ وإذا كان عندي ولد عمره 12 سنة هل يجوز السفر معه؟ سن المحرم البلوغ، إذا بلغ عاقلا إنه يكون محرما، أما إذا كان دون البلوغ أو قد بلغ وهو غير عاقل فلا يكون محرما، فيشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. نعم. جزاكم الله خيرا. قرأت فتوى فضيلة الشيخ تقول بما أن الإنسان مسافر فهو في سفر وله أن يقصر ويجمع، هل هذه الفتوى معتبر بها ويؤخذ بها مأجورين؟ هذا هو الأصل في المسافر، أن له أن يقصر ويجمع، لكن إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام في بلد أو في بر فإنه ينقطع السفر بهذه الإقامة فيكمل الصلاة ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، كذلك يصوم في رمضان ولا يفطر هذه الإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت تقول عندي أخت زوجي عمرها 15 سنة
نموها الدهني يا شيخ أقل من الحقيقي، هل تعتبر ممن رفع عنها القلم؟ وإذا كانت لا تحسن الصلاة هل نعلمها أو نتركها؟ القلم يرفع إذا صار ليس عنده عقل أصلا، أما إذا كان عنده بعض العقل فإنما في خفة عقل فقط، ويقبل التعليم ويقبل التوجيه ويعرف الواجبات والفرائض، هذا لا يترك، يؤمر ويعلم ويحث على أداء الواجبات والفرائض لأنه غير معذور مكلف. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أبو إبراهيم، ما أفضل شيء في طلب العلم؟ هل هو الانكباب على دراسة الأمور على الكتب الفقهية والشرعية أم بحفظ القرآن؟ وأيهما يبدأ طالب العلم؟ الجميع يحفظ القرآن ويقرأ في الكتب على العلماء، ما يقرأ الكتب لوحده، يتعلم على الكتب لأن هذا خطر عظيم، لكن يتعلم على أهل العلم، يقرأ الكتب على أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الشيخ هذا السائل، على مدى عامين تهاونت في إخراج زكاة الفطر، فهل علي كفارة في تهاوني هذا؟ عليك إخراج زكاة الفطر وتكون قضاء، وعليك التوبة والاستغفار عن تأخيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن سؤال حصل له، يقول هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي حسب كلامهم، وعندما يذهبون إلى الشخص يقول اكتب اسم الأم أو اسم الأب ثم راجعنا بعد أسبوع، هل يتردد على مثل هؤلاء؟ هذا لا يجوز، هؤلاء كهان ليسوا أطباء شعبيين، أطباء الشعبيون هم الذين يعالجون بالأدوية المباحة، أما الذي يعالج بهذه الطريقة اسم الأم أو اسم الأب ويراجعهم بعد أسبوع ويعلمونه بمرضه أو علاجه هذا من الكهانة والعياذ بالله، لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء ولا تصديقه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلته يقول الشيخ، ما هي الأعمال الصالحة التي يتزود بها المسلم في عشر ذي الحجة؟ أعظم ما يتزود به في عشر ذي الحجة تكبير المطلق في كل العشر، وكذلك من الأعمال الصالحة الصيام، صيام العشر أي تسعة الأيام إن كان غير حاج، إن كان حاج يصوم إلى اليوم الثامن ويفطر في اليوم التاسع الإكثار، وكذلك مما يتقرب به إلى الله في العشر الأضاحي، ذبح الأضاحي فإنها قربة عظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله يقول، لو دخلت المسجد قبل الأضاحي تبدأ من العاشر، اليوم العاشر طب الحج الأكبر تستمر إلى اليوم الثالث عشر، إلى آخر اليوم الثالث عشر. نعم. يقول الشيخ، لو دخلت المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة أو عشر دقائق وهذا حسب علمي وقت نهي، هل أصلي تحية المسجد أو أجلس أقرأ القرآن بدون أن أصلي؟ كلاهما جائز لا إنكار فيه، إن صليت عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالحديث عام، وإن جلس بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فكذلك أنت على حق، أنت على خير إن شاء الله، إن جلست وإن صليت، لأنك في كلا الحالين لا تخرج عن الدليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ السائل يقول، بالنسبة للضابط في الرضاع المحرم ما هو؟ وإذا كان فضيلة الشيخ إنسان رضع من قريبة له، هل يكون أولادها إخوانا له؟ نعم، الرضاعة محرمة، قوله تعالى وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فالرضاعة تحرم بشروط، أولا أن تكون في الحولين يعني قبل الفطام، الشرط الأول أن تكون قبل الفطام، الشرط الثاني أن تكون خمس رضعات فأكثر، خمس مصات، كل مرة يمص الثدي ينزل عليه حليب، فإذا تكاملت خمس مصات فقد تم نصاب الرضاعة المحرمة، وإن كان أقل من ذلك فلا أثر له. نعم. ومن أرضعت طفلا صار ولدا لها، وصار أولاده إخوة لهذا المرتضع من الرضاع، وأولاد زوجها أيضا يكونون إخوة له من الرضاع. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.